أعمال تخريبية وإرهابية تعاود نشاطها باستهداف أبراج الطاقة الكهربائية والخطوط الناقلة ببعض المحافظات وما يرتبط بها، حيث أعلنت وزارة الكهرباء استهداف أحد خطوطها بعبوات ناسفة في محافظة كركوك. منظومات نقل الطاقة الحقيقة هي العصب الأساسي لنقل الكهرباء من المحطات، وضربها في أوقات الذروة وأوقات ارتفاع درجة الحرارة أكيد إلى أسباب حقيقة سياسية، ولربما أسباب حتى ممكن يدخل بها الفساد. في كل سنة من صيف ما بين شهر السابع إلى الشهر التاسع أو العاشر يصير عندنا هذا الخلل وتبدي عمليات استهداف الأبراج. أسباب عدة تقف وراء عمليات الاستهداف، الغاية منها إرباك الوضع العام في البلاد وفق خبراء الأمن، مما يتطلب جهدا أمنيا واسعا لحمايتها واستحداث خطط مراقبة حديثة لملاحقة المتسببين بتخريبها. احنا امام استحقاقات خطرة تقتضي ان يكون هناك نوعا من مسك الأرض على مستوى معالجة مثل هكذا أهداف كما وصفناها تؤثر على الرأي العام وتؤثر على الأداء الحكومي، وهذه لا تحصل بالحقيقة إلا بمسك جو، قدرة التتبع والرصد والاستمكان الجوي أو التقني عبر الكاميرات وما إلى ذلك لرصد أي نشاطات مشبوهة لاستهداف عقد الطاقة التي تتواجد في مناطق نائية، وبالتالي نحتاج إلى الجهد التقني. خروج الخطوط الناقلة عن الخدمة جراء عمليات التخريب لا يتضرر منها سوى المواطن، فهي تؤدي إلى تراجع ساعات إمداد المواطنين بالكهرباء كون عملية إصلاحها تتطلب ساعات طويلة أو ربما أياما بحسب حجم الضرر. سجى جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد.